مستوى الاهلي ايه النهارده؟ لا مش مستوى الاهلي. بص دايما 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 يعني بيبقى السؤال او الرؤيه للاهلي بس. هو اللي تعب الاهلي، طب ايه الفرق بين الاهلي قدام سطيف والاهلي قدام طلائع الجيش وسيراميكا والبنك الاهلي؟ الفرق هو الثلاث فرق دي، ثلاث فرق المحليه، سيراميكا وطلائع الجيش والبنك الاهلي. البنك الاهلي النهارده تعب الاهلي. يعني اولا يعني عجبني فيه في ادائه انه رغم ان عنده نزعه هجوميه نسبيه مقفل دفاع كويس. مش طبعا طب لاحظ بقى، هو الاهلي قدام سطيف في مساحات، ده نتيجه ان سطيف مش فريق مش بيعرف يدافع. ما عرفش يدافع كويس قدام الاهلي هنا في القاهره يعني. فالاهلي كان ممكن يجيب 8 اهداف مش 4 بس. انما قدام طلائع الجيش وقدام سيراميكا وقدام البنك الاهلي النهارده، البنك الاهلي بيروح فعلا كريم بامبو مضيع 3 اهداف منهم هدفين ما يدعوش يعني. انما بيرد بيدافع ب7 ب8 اقل حاجه ب8، واوقات تانية كان بيدافع ب9. الاهلي بقى بيتعب جدا لما الفرقه اللي قدامه تبقى منظمه دفاعيا ولاعيبه الدفاع بتاعتها او المدافعين مركزين وبيعرفوا يمشوا مع مع مهاجم الاهلي. ده تاثير مهم جدا. العيب التاني بقى اللي في الاهلي، ما طبعا الاهلي ما كانش كامل يعني، النهارده الاهلي عنده مشاكل، لكن عنده مشكله الحقيقه، الكرات العرضيه بتاعته سيئه جدا. ما كانش كامل ناقصه مين يا استاذ؟ لا ما كانش كامل يعني، طبعا ناقصه 3 خط وسط مهمين، ديانج وسولية اللي هم الدعامه الاساسيه يعني. الكرات العرضيه بتاعت الاهلي وحشه جدا. شوفوا الكرات العرضيه بتاعت البنك الاهلي على الارض وقويه وبتصنع فرص لوحدها. البالونه دي ما بتنفعش خلاص، ادمت. ما لا يمكن حد يعني الكره العرضيه بتتشاط بمنتهى القوه، بتتشاط بتبقى شوطه وارتفاع معين، وخصوصا لما يبقى لعيبتك قصيرين كلهم يعني باستثناء شريف، خط هجوم الاهلي كله قصير ووسطه. يعني حضرتك عايز تودينا لحته ان البنك الاهلي اللي عمل الفارق هو اللي تعب، ولا الاهلي مش في حالته؟ لا الاهلي عنده مشاكل، لكن كمان اللي تعب الاهلي البنك الاهلي. ايه مشاكل الاهلي؟ مشاكل الاهلي النهارده ان هو مش قادر، في غياب دعامات 3 مهمين جدا ليهم دور في التكمله ودور. شايف حضرتك الاهلي ما عندوش البديل في الثلاثه في الوسط؟ لا طبعا ما عندوش.